مساء الفل يا دكاترتنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن العملي الخاص بموديول الماسكولوسكيليتال سيستم، وعملي المايكرو شباب بسيط جدا فوق ما تتخيل. يعني يكفي ان انت تشوف معايا الفيديو الصغير ده وان شاء الله هتلاقي نفسك ذاكرت وفهمت كل حاجه تخص العملي. اول حاجه هنتكلم عن بكتيريا الستاف اورس. طبعا احنا عارفين ان الستاف اورس هي بكتيريا جرام بوزيتيف كوكاي ارانجد ان كلاسترز، بتبقى عامله زي عنقود العنب. فاي شريحه يجي لك او اي صوره فيها بكتيريا الاستاف هتكتب له نفس الوصف، انها جرام بوزيتيف كوكاي ارانجد ان كلاسترز. في الصوره اللي قدامنا دي او في العينه اللي قدامنا دي، اللون الاحمر او الخلايا الكبيره الحمراء دي بس سيلز، فعشان كده انت هتقول له دي ستاف among bustles او ستاف between bustles، يعني بكتيريا الاستاف جوه الايه؟ جوه البصلز. طيب اللي قدامي دي مفيش بس سيلز ولا حاجه، يبقى دي ستاف في الكالتشر. يبقى اللي فاتت دي ستاف في البص ودي ستاف في الكالتشر، الفرق ما بينهم ايه؟ البكتيريا هي هياها، بس العينه دي هي عينه بص، عشان كده البص سيلز هي قدامك، هتقول له ان دي ستافيلوكوكاي ان بص. اما دي الخلفيه بتاعتها بيضه، هتقول له ان دي ستافيلوكوكاي ان كالتشر، وتحتها توصف له الاستافيلوكوكاي العاديه جرام بوزيتيف كوكاي ارانجد ان كلاسترز. طيب المنظر اللي قدامي ده البلاد اجار، وبما انه باللون الاصفر الفاقع ده يبقى ده بيتا هيموليزيس، يبقى هتقول له ان ده بلاد اجار، وهتقول له طبعا نوع البلاد اجار يا شباب هو انريتشد يعني ميديم مدعوم بحاجه زياده، هو مدعوم بالبلاد، اند ديفرنشيال لانه بيفرق ما بين البكتيريات على حسب الهيموليزيس لالفا وبيتا وجاما. هتقول له ان ده بلاد اجار، لو قال لك نوعه ايه قول له انريتشد اند ديفرنشيال. هتقول له ان المنظر اللي قدامي ده بيتا هيموليزيس، هيقول لك اديني مثال مثلا، قول له ستاف اورس. يعني اشهر بكتيريا بيتا هيموليتك عندنا في الموديول ده هي طبعا مين؟ هي طبعا الستاف اورس. يبقى ده بلاد اجار انريتشد وديفرنشال، المنظر اللي قدامي ده اسمه بيتا هيموليزيس، بتعمله الستاف اورس. اما اللي قدامي ده يا شباب فهو النيوتريانت اجار العادي، انا زرعت عليه بكتيريا ادتني اللون الجولدن يلو، وطبعا اشهر بكتيريا واهم بكتيريا بتديني اللون ده هي الستاف اورس. الستاف اورس اصلا مشهوره باللون الاصفر، لما زرعتها على البلاد اجار ادتني اصفر بيتا هيموليزيس، ولما زرعتها على النيوتريانت اجار ادتني جولدن يلو كولونيز بسبب البيجمنتس اللي هي بتصنعها. يبقى ده نيوتريانت اجار، نوعه ايه؟ نوعه سيمبل ميديم، اللون اللي عليه جولدن يلو، سبب الجولدن يلو قول له بسبب الكولونيز اوف ستاف اورس. طيب من ضمن خصائص الستاف اورس انها كاتاليز وكواجوليز، عندها كاتاليز وعندها كواجوليز. خليني مبدئيا اقول لك ان كل عيله الستاف عندها انزيم اسمه كاتاليز، والكاتاليز يا شباب بيفرق الستاف عن الستريبت. اللي قدامي ده هم التستين بتوع الكاتاليز، اللي على الشمال ده سلايد واللي على اليمين ده تيوب، يعني ده عملته على شريحه وده عملته في انبوبه، يا عم الاثنين واحد، الاثنين في الاخر بيبان على شكل جاز بابلز. يبقى الكاتاليز بوزيتيف يساوي بابلز، يبقى الكاتاليستست بيفرق ما بين الستاف والستريبت وبيبان على شكل بابلز، واللي قدامي ده طبعا اللي بالمنظر اللي انا بشاور لك عليه ده الكاتاليز بوزيتيف. طيب اهم حاجه بتميز الستاف اورس عن بقيه الاستافات، انت لو دخلت جوه عيله الاستاف هتلاقي فيه ستاف اورس عندها كواجوليز وبقيه الاستاف ما عندهمش، يبقى ستاف اورس كواجوليز بوزيتيف واذر استافيلو كوكاي اسمهم كونز او كواجوليز نيجاتيف استافيلو كوكاي. انا عندي بقى الكواجوليز تيست وظيفته الرئيسيه ان هو يفرق ما بين الستاف اورس وبقيه الستاف، او مثلا قول ان هو يوزد فور ايدنتيفيكيشن اوف ستاف اورس، هتقول على ده زي ما هتقول على ده، كل دي تيستات بتخليني اتعرف على الستاف اورس، بس يفضل تقول له ديفرنشيشن بتوين ستاف اورس اند اذر ستاف، بيفرق ما بين الستاف اورس وبقيه الاستافات. ليه؟ لان الستاف اورس هي اللي كواجوليز بوزيتيف. طبعا انا عندي على الشمال قدامي اهو سلايد تيست، ده بيتعمل بسرعه، وده انت لو فاكر بقى الشرح بتاعنا في نوعين من الكواجوليز تيست، نوع باوند نوع ماسك في البكتيريا بتقفشه بالسلايد تيست، ونوع فري بتطلعه البكتيريا بتقفشه بالتيوب تيست. يبقى السلايد تيست ده بتستخدمه عشان تدور على الباوند انزيم، اما التيوب تيست بتستخدمه عشان تدور على الفري انزيم. يبقى ده بالنسبه للكواجوليز تيست اللي هو اهم ماركر او اهم حاجه بتستخدمها عشان تشخص الستاف اورس. طيب ختاما في الستاف اورس اللي قدامي ده اسمه دي ان ايز تيست، برضه وظيفه الدي ان ايز تيست يا شباب ان هو يفرق ما بين الستاف اورس وبقيه الاستافات، يعني زيه زي الكواجوليز. يبقى انت لو ما معكش كواجوليز وعايز تعرف هي اورس ولا لا، شفتها تحت الميكروسكوب لقيتها بالمنظر ده،
فخلاص انت عارف انها ستاف دلوقتي، تمام؟ طب انا عايز اعرف هي ستاف اوريس ولا ابيديرمدس مثلا، هي مين فيهم؟ خلاص انت هتستخدم، اوعى تستخدم الكتاليز لان كل الستاف عندهم كتاليز، هتستخدم الكواجوليز او الدي ان ايز. يبقى الدي ان ايز تيست بيفرق ما بين الستاف اوريس اند اذر ستافيلوكوكاي. ليه؟ لان الستاف اوريس از دي ان ايز بوزيتيف، بينما بقيه الستاف دي ان ايز نيجاتيف. يبقى ملخص الكلام، الستاف اوريس كواجوليز بوزيتيف، دي ان ايز بوزيتيف، وبقيه الستافيلوكوكاي كواجوليز نيجاتيف، دي ان ايز نيجاتيف. طيب اللي قدامي ده اللي متقسم مربعات ده يا شباب اسمه فاج تايبنج. كل فكرته ان انا اقدر احدد نوع الستاف اوريس. ما هو الستاف اوريس انواع كتير، بس كل نوع بيتعامل مع بكتيريوفاج معين. يعني لما شرحنا موضوع الستاف اوريس عرفنا ان كل ستاف اوريس عندها ريسبتور لبكتيريوفاج محدد، يبقى كل واحده بتستقبل بكتيريوفاج معين، صح؟ طيب انا دلوقتي لو ظهرت عدوى معينه في المستشفى او عدوى تسمم غذائي وعايز اعرف مصدر العدوى ده مين، هبدا اسحب عينات من الناس اللي انا شاكك فيهم، هتتبع كده التشين اوف انفكشن عشان اعرف مين مصدر العدوى. هسحب عينات وهبدا اشوف كل ستاف في جسم كل واحد فيهم بتتعامل مع انهي بكتيريوفاج. انت كده بتحدد نوع الستاف اورس اكوردنج تو تايب اوف بكتيريوفاج، يعني بتصنف الستاف اورس على حسب نوع الفيروس اللي بتتعامل معاه، وده تكنيك يا شباب اسمه فاج تايبنج. يبقى بيستخدم عشان تعمل تايبنج للستاف اورس، يعني تحدد نوعها بالظبط، بهدف ان انت تعمل تريسنج للسورس اوف انفكشن، توصل وتتتبع لحد ما توصل للسورس اوف انفكشن، مصدر العدوى. ده في حاله حدوث اوت بريك. اوت بريك يعني عدوى تنتشر، سواء كانت تسمم غذائي او عدوى في المستشفى او انتشار مثلا للمرسى في المستشفى او. يبقى الهدف من الفاش تايبنج ابيديميولوجيك ستاديز، يعني دراسه الوباء عشان تعرف مصدر الوباء ايه عشان تقضي عليه. يبقى تاني لو جالك الصوره دي هتقول له ده فاش تايبنج، بستخدمه عشان اعمل تايبنج للستاف اورس، الهدف النهائي تريس سورس اوف انفكشن. طيب الكوليستريديا اللي بتعمل الكوليستريديا، طبعا يا شباب احنا اتفقنا في النظري ان احنا عندنا اتنين كوليستريديا مهمه جدا في موديول الماسكولوسكليتال، كوليستريديوم بيرفرينجنس بتعمل جاز جانجرين، كوليستريديوم تيتاناي بتعمل تيتانوس. والعامل الرئيسي المشترك ما بين الكوليستريديا ان هم كلهم انيروبيك. يبقى الكوليستريديا كلها انيروبيك، لو انت فاكر كلهم جرام بوزيتيف باسيلاي، كل الكوليستريديا سبور فورمينج بتعمل سبورس، ولما تدخل جوه الجسم بتفك، ولما تفك بتصنع مثلا سم معين. دي الخصائص العامه بتاعت الكوليستريديا. هبدا معاك الاول بالجردل او الشفشه اللي قدامك، الحله اللي قدامك الظريفه دي، دي اسمها جاز باك سيستم او انيروبيك جاز باك سيستم او انيروبيك جاز باك جار، سميها زي ما تسميها. البرطمان الظريف ده بتحط فيه الطبقه اللي انت زارع عليها البكتيريا. البرطمان ده بيقدر ان هو يخلي لك الميديم اللي جوه منزوع الاكسجين. يبقى انا لو عايز ارغي هقول له ايه؟ هقول له ده انيروبيك جاز باك سيستم او جاز باك جار، ده الهدف بتاعه ان هو بيعمل، طبعا هو بيطلع ريليز هيدروجين في وجود كاتاليست، وبالتالي هو دلوقتي بيخلي مفيش اكسجين جوه خالص، ولكن احنا خلينا نقول كلمتين، ده انيروبيك جاز باك جار فور، هدفه ايه؟ انيروبيك كالتشر، عشان تعمل تزرع انيروبيك، دي اقوى طريقه تزرع بيها انيروبيك. يبقى ده مناسب لاي بكتيريا ايه؟ انيروبيك. طيب اللي قدامي ده محتاجين وقفه معاه شويه، ده شباب اسمه ناجلر سري اكشن. خلينا بس نفتكر معلومه كده عن الكوليستريديوم بيرفرينجنس. اولا احنا لما خدنا الكوليستريديوم بيرفرينجنس عرفنا بعيدا عن خصائصها بقى وانها جرام بوزيتيف باسيلاي وسبور فورمينج وانيروبيك والكلام ده كله، عرفنا ان البكتيريا دي مصدر قوتها الرئيسي سم اسمه الفا توكسين. هي كانت بتطلع الفا توكسين وكانت بتطلع زيتا توكسين وكانت بتطلع انزيمز، لو انت فاكر فيريولنس بتاعها. الالفا توكسين ده كان الشر بتاعها كله. لو انت فاكر الالفا توكسين بتاعها كان اسمه ليسيسينيز، ليسيسينيز يعني بيكسر الليسيسين، الليسيسين اللي هو الفوسفوليبيد، الفوسفوليبيد اللي هو غلاف الخلايا بتاعتنا وبالتالي بيعمل نكروزس. يبقى تاني البكتيريا دي بتطلع الفا توكسين، والالفا توكسين ده ليسيسينيز بيكسر الليسيسين، يبقى بيكسر غلاف الخليه بتاعتنا، الخلايا بتاعتنا، وبالتالي ممكن يعمل تيشو نيكروزس. شر البكتيريا كله هي بتعمل جاز جانجرين، صح؟ الجانجرين سببه الرئيسي، الالفا توكسين، وكمان سببه انها بتقطع البلاد سبلاي بسبب الجاز. انت طبعا فاكر بقى الرسمه والباثوجينيسيس اللي احنا شرحناه. فانت لما تيجي تشخص البكتيريا دي اللي هي الكوليستريديوم بيرفرينجنس، انت مش عايز تثبت وجودها على قد ما انت عايز تثبت وجود السم. خد بالك
الكوليستريديوم بيرفرينجنس في حالات كتير قوي بتعمل فود بويزنج، هي مشهوره في بلاد معينه بتعمل فود بويزنج، تسمم غذائي ومن النوع البسيط كمان مش التقيل. يبقى انا لو لقيت البكتيريا دي تحت الميكروسكوب هذا لا يثبت انها شريره او انها هتعمل جهاز جنجرين، صح؟ الفيصل يا جماعه هو الالفا توكسين. تيست النجلرز رياكشن، استفتح كلام كده، فور ديتكشن اوف الفا توكسين، استفتح كلام الهدف منه ايه؟ ان انا اعرف فيه الفا توكسين ولا اللي هو اسمه ليسيسينيز. بص احنا عملنا ايه بقى في التست ده، انا جبت بكتيريا الكوليستريديوم بيرفرينجنس ورحت زرعها بالعرض زي ما انا بشاور لك اهو، زرعتها كده على الطبق، خلاص الطبق ده مليان ليسيسين، مليان ليسيسين، ورحت انا زارع البكتيريا بالعرض اهو، ورحت جاي على نص الطبق اليمين ما حطيتش حاجه زياده، وعلى نص الطبق الشمال حطيت انتي توكسين، حطيت مضاد للسم لو كان موجود. يبقى انا حطيت بكتيريا الكوليستريديوم بيرفرينجنس اهي، والطبق كله متغرق ليسيسين، قسمت الطبق نصين بقى، النص اليمين سبته فاضي والنص الشمال حطيت عليه انتي توكسين، انتي بوديز هتمسك في السم وتعطله. المفروض يا شباب ان البكتيريا اللي انت زرعتها دي هتروح مطلعه الالفا توكسين اللي هو الليسيسينيز، لما تطلع الالفا توكسين هيروح رايح مكسر الليسيسين اللي انت مغرق بيه الطبق، فيروح عامل المنظر ده، شايف السحابه اللي اتكونت دي، دي بنسميها اوبالسنس. اوبالسنس يبقى يقول لك ايه بقى؟ يقول لك الالفا توكسين او الليسيسينيز اللي موجود بيروح رايح مكسر الليسيسين which produces opulsins on medium، يعني بيعمل منظر السحابه اللي قدامك دي. اما النص الشمال ده انا اصلا حاطط انتي توكسين، وبالتالي الانتي توكسين مسك في التوكسين فما حصلش حاجه. انت فاهمك انا الكلام ده للفهم، انا هقول لك تحفظ دلوقتي بالظبط. انا ليه حطيت هنا انتي توكسين؟ عشان اضمن ان عشان اتاكد ان اللي عمل لي المنظر ده هو الالفا توكسين، والدليل ان انا لما حطيت انتي توكسين هنا السم ما عرفش يعمل حاجه خالص. امال ايه اللي تحت دي؟ ده دي كوليستريديا تانية ملهاش علاقه بالموضوع، دي ليها قصه تانية انساها خالص دلوقتي، ملهاش علاقه بالموضوع خالص. صلي على النبي بقى، لو جالك الميديم ده قول له ده اسمه ناجلرز رياكشن معمول عشان الكوليستريديوم بيرفرينجنس، الهدف منه ديتكشن اوف الفا توكسين، وغالبا مش هيسالك عن اي حاجه تانية، غالبا هي دي الاجابه بتاعتك. لو احتاج توضيح اكتر قول له الالفا توكسين كوليستريديوم بيرفرينجنس بتطلع الفا توكسين، والالفا توكسين اعمل له سهم كده بيعمل اوبالزنس على الميديم، اوبالزنس على الميديم which disappear in presence of antitoxin، يعني هتختفي في وجود او inhibited by الانتيتوكسين، في وجود الانتيتوكسين الدنيا بتهدى خالص. اوعى بقى تقول له ان النجلرس رياكشن بعمله عشان اشخص او اديتكت الكوليستريديوم بيرفرينجنس، لا انا بعمله عشان اديتكت السم بتاعها. يبقى ده يا شباب اختبار، على فكره يا جماعه الاختبار ده هناخده في عمل البلد والاميونيتي لانه معتمد على العلاقه بين الانتي بوديز والانتيجين. ازاي بقى؟ ركب الدنيا في بعضها كده، السم انتيجين والانتي توكسين انتي بوديز، يعني ده اختبار معتمد على العلاقه ما بين الانتي بودي والانتيجين، والكلام ده ان شاء الله برضه هناخد نفس الاختبار ده ان شاء الله في عمل البلد. طيب ستورمي كلوت، بص التست اللي قدامك ده، التست اللي قدامك ده اسمه ليتمس ميلك. ليتمس ميلك ده بيتحط ايه؟ ميلك، والميلك اصلا فيه سكر اللاكتوز، وبالتالي لو في حاجه عملت فيرمنتيشن لسكر اللاكتوز هتروح مطلعه اسيد، وممكن تطلع اسيد وجاز. يبقى فكره اصلا، فكره اختبار الليتمس ميلك ان انا بشوف البكتيريا هتعمل فيرمنتيشن للسكر ولا لا، لو عملت فيرمنتيشن هتطلع ايه؟ هتطلع اسيد. بينما انا لو حطيت بكتيريا الكوليستريديوم بيرفرينجنس في الاختبار ده هتبقى مصيبه. ليه بقى؟ لان البكتيريا دي يا شباب لو انت فاكر قصتها بتطلع ماسيف اماونت اوف جازز، فاكر انت لما قلت لك انها بتدخل جوه الجسم تفرمنت اي شجر يقابلها وتطلع جازز كتير، فلما جيت احط البكتيريا جوه الليتمس ميلك او جوه اختبار الليتمس ميلك عملت فرمنتيشن للشجرز وطلعت اسيد، والاسيد ده بيعمل كلوتنج للميلك، بس في مشكله انها طلعت كمان جازز كتير، فراحت بص الجازز عملت ايه؟ الجازز كسرت الكلوتيد ميلك بالشكل ده، عملت خطوط فيه بالمنظر ده، فلما جه يبص لها قال لك ايه؟ قال لك ده دي اسمها ستورمي كلوت، يعني حصل كلوتنج للميلك بسبب الاسيد، وبعد كده الكلوتيد ميلك ده حصل فيه بقى بروكن او بقى عامل المنظر الغريب ده بسبب الستورم، العاصفه اللي عملتها الجازس اللي طلعت من الفيرمنتيشن. يا دكتور ما تلخبطنيش، الموضوع اهبل خالص، انا مش عايزك تحفظ اصلا الكلام ده. ده اختبار اسمه ايه؟ ليتمس ميلك، حطيت عليه كوليستريديوم بيرفرينجنس، تروح قايل له دي اسمها ستورمي كلوت،
بس كده. يعني هيقول لك ده ايه، قول له ده ليتموس ميلك. هيقول لك المنظر ده اسمه ايه، قول له اسمه ستورم كلوت ري اكشن. طب مين البكتيريا اللي عملتها؟ كولستريديوم بيرفرينجنس. ارخم سؤال، يقول لك ازاي، قول له والله كولستريديوم بيرفرينجنس كان فيرمنت شوجرز ويز برودكشن اوف اسيد اند هيوج اماونت اوف جازز. بس كده، مش عايز منك حاجه تانية. انها بتعمل فيرمنتيشن للشوجر فبتطلع اسيد، الاسيد ده بيعمل كلوتينج اوف ميلك وبتطلع هيوج اماونت اوف جازز، بتخلي بتؤدي الى البريكنج اوف كلوت. ده اسمه ستورم كلوت رياكشن. طيب احنا لسه في الكوليستريديا يا شباب، الكوليستريديوم تيتاناي. طبعا الكوليستريديوم تيتاناي كل اللي عايزك تعرفه، احنا بنزرعها برضو على بطريقه برضو انيروبيك، نفس الفكره. كوليستريديوم تيتاناي انا عايزك تعرف منظرها تحت الميكروسكوب اهي. تحت الميكروسكوب هي جرام بوزيتيف باسيلاي برضو، بس السبورس بتاعتها تيرمينال موجوده على الحرف، بشاور لك عليها اهي، راوندد اند بلجنج، بزت من البكتيريا وموجوده على الحرف، فراحت عامله لي منظر سميناه مع بعض ايه، دراماستيك ابييرنس. يبقى دي لو جات لك قول له دي كوليستريديوم تيتاناي في الكاليتشر. ليه قلت في الكاليتشر؟ لان ما عنديش بصيلز، الخلفيه نظيفه، ما دام الخلفيه نظيفه يبقى دي كاليتشر. دي جرام بوزيتيف باسيلاي ويز سبورس بتاعتها تيرمينال اند بلجنج، بنسميها دراماستيك ابييرنس. وده يا شباب بالنسبه لعمل الماسكولوسكيليتال. تعالوا نراجع عليه كده يا شباب سريعا، موضوع سهل خالص. ستاف اورس، المنظر اللي قدامي ده ستاف جوه البص، والمنظر اللي قدامي ده ستاف في كاليتشر، والاثنين جرام بوزيتيف كوكاي ارانجد ان كلاسترز. ده بلاد اجار اصفر فاقع يبقى بيتا هيموليزيس، يبقى دي ستاف عملت بيتا هيموليزيس. ده نيوتريانت اجار اصفر يبقى دي ستاف عملت جولدن يلو كولونيز. ده كاتاليستست بيفرق ما بين ستاف وستريبت، وده كواجيوليز تيست بيفرق ما بين ستاف اورس وبقيه الاستافات، وده دي ان اس تيست بيفرق برضه ما بين ستاف اورس وبقيه الاستافات. الفاج تايبنج بستخدمه عشان اعمل تايبنج للستاف اورس عشان احدد نوعها عشان اقدر اتتبع اثار العدوى واوصل للسورس اوف انفكشن. طيب الانيروبيك جاز باك جار ده لزراعه اي حاجه انيروبيك، والناجلرز رياكشن عرفنا ان ده بتاع الكوليستريديوم بيرفرينجنس فور ديتكتنج الالفا توكسين، اللي هو بيعمل اوباليزنس في الميديوم اللي مليان ليسيسين وفي وجود الانتي توكسين ما بيعرفش يعمل حاجه. ستورم كلوت رياكشن، الكوليستريديوم بيرفرينجنس بتعمل فيرمنتيشن للشوجرز اللي موجوده في الميلك وبتطلع اسيد، والاسيد بيعمل كلوتنج للميلك، ولكنها برضو بتطلع جازز كتير قوي بتخلي الكلوت از بروكن بسببها. طيب الكوليستريديوم تيتاناي ان كاليتشر جرام بوزيتيف باسيلاي، السبورس بتاعتها تيرمينال راوندد اند بلجنج، فعملت لي منظر الدراماستيك ابييرنس. ده شباب بالنسبه لعمل المايكروف موديول الماسكولوسكيليتال. اشوفكم على خير ان شاء الله، سلام عليكم.